الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بفضل الله ومنه أخذنا بالأمس أقسام ستة تقريبا من هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعك. الله سبحانه وتعالى فضل، الله سبحانه وتعالى سيدنا وتعالى مسكنا الله يدرونا حيث سيدنا كتاب التوحيد سدس عرضوشن سدس عرضوشن عيين لنا. أخذنا بالأمس ولله الحمد والمنة ما يقارب من ستة أقسام من هذا الكتاب المبارك. ثلاث مسكنا الله يدرونا كذي كتاب سدس. القسم الأول ذكرنا المقدمة. نعم، وهذه المقدمة مدخل لهذا الكتاب المبارك. ثم بعد هذا فسر التوحيد. وقلنا فسر التوحيد بضده، وبضدها تتبين الأشياء. ثم ذكر الأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله، لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر أسباب الكفر حتى نجتنبها. ثم رد على من يقول أن الشرك لا يقع في الأمة أو في الجزيرة. وصلنا إلى القسم السادس، الأعمال الشيطانية. ذكرنا السحر ومن هو الساحر وكيف يعرف، وذكرنا كذلك ما يتعلق بحكم إتيان الكاهن والساحر. وكيفية الإتيان قلنا له صور متعددة، ممكن يتصل به، يدخل على القنوات، يفتح المجلات. نعم. وحكم الإتيان لا تقبل له صلاة 40 يوم. وإذا صدق كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. الآن إذا وقع السحر ماذا نصنع؟ علاج السحر من طريقين. مشروع وممنوع. المشروع يكون بالرقية الشرعية بشروطها التي تقدمت الثلاثة. نعم. أو بالدعاء أو بالأدوية المباحة كشرب العسل أو الحجامة مثلا. نعم، هذا حل السحر مشروع. الثاني أن يحل السحر بسحر، فهذا ممنوع.
Siyahında sihirmaktan. La yumkin an nu'alaca sihir bi sihir. Siyahında sihirmaktan ma yücanma. لأن هذا مخالف للكتاب والسنة وأقوال الصحابة والأئمة والسلف في تقوية للسحرة وتضعيف للتداوي بالقرآن وفيه الرجوع إلى الظن وترك اليقين لأن العلاج بالقرآن يقين والعلاج بالسحر مظنون نعم ثم الساحر الذي يعالج الآن لا يمكن أن يعالج هذا المريض إلا بأن يتقدم الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب حتى يبطل عمله عن المسحور نعم نعم هذا الذي بقي معنا بالأمس علاج السحر يكون من طريقين مشروع وممنوع نعم الآن نبدأ في باب جديد في الأعمال الشيطانية وهذا يقع في نسأل الله العافية والسلامة كثير من الناس وهو التطير التشاؤم أن الإنسان لا يتفاعل يتشاؤم يتشاءم بأشياء يراها كان يرى مثلا غراب أو بأشياء يسمعها كان يسمع مثلا صوت حمار يكون يريد يسافر يسمع صوت حمار أكرمكم الله يرجع لا يسافر أو يتشائم ببعض الأزمنة مثلا يقول مثلا في يوم الأربعاء أنا لا أصنع شيء مثلا أو يتشائم ببعض الأمكنة مثلا يقول هذا الطريق أنا لا أمشي فيه حدث لي حادث فلا يمكن أن أمشي فيه بعد اليوم يتشائم ببعض الأرقام مثلا يقول لا أحب الرقم 9 مثلا لمثال ويزيد قطان عين بشيء من يزيد قطان عود عين كان عين من هنا تشاؤم يرجع يتشاؤم ببعض الألبسة مثلا ويمو عند اللبس على الباصة تجد النزال يلبس قطان عين بشيء تشاؤم يرجع عين كان عين من تشاؤم يرجع التطير التشاؤم من الشرك الأصغر وقد يصل إلى الأكبر يتشاؤم منا تطير قد ما مركز شرك الأصغر من الذي يتشائم من الذي يتطير المشرك المنافق نسأل الله العافية والسلامة المسلم لا يتطير وصور كثيرة عندنا عند الناس في هذه الأيام يعني يظن أنها جائزة وهي من الشرك
في التطير بزو عينت يقدر يتوش يبشر عبزان يوصم يتفتد يمكان نجل من يمسلم نجل شرك يون بشر يعما يفتد يوم يتطير يقدر يتوش يون شرك يون نجل وشعر نعم يعني مثلا يريد يسافر هل يسافر أو لا يسافر لمسال عن نسو جزو لما بوازي فلنجل يقوم الوازع النبت يملي يبني يمان لمالت قد الملكة ماذا يصنع يتطير بالقرآن بالقرآن قد الملكة يفتح هكذا القرآن قرآن من ودي كفتونا وقع النظر على آية فيها رحمة مضى يعني مثلا ادخلوها بالسلام آمنين ما مضى نعم مثال القرآن كفتنا قرآن بني كفت مساء قد الملكة يعني اللي كفتنا يهيان بمي عيد مساء رحمة ونتقون لن يمن يعين دون لا مثال ادخلوها بسلام آمنين يمنون القرآن أنت عين زال يغفن دون يكاتل عن قزوني قوازارا وإذا نظر على آية فيها عذاب رجع ولم يسافر إذن هذا تطير بالقرآن لا مثال يسوي القرآن بني كفت مساء سلا عذاب من نابل القرآن أنت زي كلا عين يغفن دون يعني تملكة دون يعني عزي بزونا سابي سردون نيتون أي بوازن يتطير بالقرآن نيتون نعم أو يتطير مثلا يأخذ وردة وينمو لمسان أعرض أنا بليوس دارا بغزي أقديان نعم ويقطع الوردة يعني هذا أسافر وهذا لا أسافر وهذا أسافر وهذا لا أسافر هكذا يقطع وتزوج لا أتزوج هذا تطير شرك أصغر يعني لمسان يتطير አዎ አይስልና ዘገለ ያስልና ያንም ዘገለ ያቆረጠ የበታጠሰው እጓዛለሁ አልጓዝም ይላል በእንደዚህ የበታጠሰ ገድን ይመለከታል ይሄ ሽርክ ነው ሽርክ ተላስበን ነው حتى يعلم الصغار يقول هذا اسافر وهذا لا اسافر يضع مثلا هنا هذه القرور اسافر وهذا لا اسافر نعم اصانات لما السماء من قد لما قد اسجدت سي እንደዚህ በውሃ በብርጭቆ ይሞሉ ወይ እንትን ይሞሉ ያስቀርቡና አይኛው እጓዛሉ ማለት ያን እጓዝም ማለት ነው ያሉ በዚህ መልኩ ገድ ይመለከታሉ ገድ ያስተምራሉ ثم هو يقول اشياء عندهم يعني مثل حادي بادي كرومبو زبادي شالوا حطوا كله في هذه هذا يعني لا هكذا يقول بعض الكلمات او بعض الارقام ها تضحكوا هذا الشرك الاصغر هذا الاستقسام بالازلام اعمال الجاهليه نعم يعملها كثير من الاولاد نعم بزور يوتي مزيا يقول لنا انه نجوت الذي يستمتعنا اللي تستمروا عليه سوت الذي قد لا ما اولاد نجوتين يستمتعوا كذا ميلواتهم نجوت قال يونا نجر قالوا بالا مجرش على لك انت اللي قالوا يجرش على يقوموا بتنير يا لمثال على غواز كونه خلاص على غواز ما له نعم او ياخذ القطعه من النقود ويرمو سنتيموتين يفدار ويرميها إذا وقعت على الوجه الأول مثلا يسافر الوجه الثاني لا يسافر يعني سانتي لا مثال يورورونا يعني بنيو ورور بسات يعني بعد ما يوجد سايا ولا لون يعني مثال عم بسان أنت اللي بمنو نوالا بكل زعل زي يورورونا دون أنجل كوتا سافر عنده دون أنجل كوتا يا ولد لا يكون بلس كون على السافر ميال قديم ملكة ثاران هذا الشرك أصغر إيه شرك الأصغر نوال يفعل كثير من الناس هذا وبعد هذا قال لا داعي ان نتعلم التوحيد إذن المسلم لا يتطير ابدا لا يتشائم لا يصنع هذه الاشياء المسلم هو نسم الذي يرتد فما يفصم جدا ملكه المسلم هو نسم المسلم دائما يتفاعل مسلم هولي متفاعل من يونو تسفى يعزو ترون قريب من ينجي نونجي اندزي عين الجد من ملك السؤال الذي لأن التفاعل مستحب تفاعل يونا ترون قريب يونا نقرسي عين ترون قرسي عين ترون قريب من ملك يه بشر يعي تودي لنا النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعوة حصل له ما حصل من التضييق والسب وما إلى ذلك تطير لا تفاعل عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم ዳዋቾን ገና መጀመሪያ ላይ በሚጀምሩበት በጣም ከፍተኛ ሆነ ጭቆና ደረሰባቸው በደል ደረሰባቸው ገፍ ደረሰባቸው ነገር ግን ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ገዳል ተመለከቱ ማለት በል እንደው በተቃራኒ ሰው ይሰልማል ገና ዳዋ ይሰፋል እያሉ ተፋውል ነበር የሚያደርጉ ጥሩ ተፋውል ነበራቸው وعند الجهال كثير من هذه الاشياء يقول مثلا اذا العين اذا اليد فيها يعني
تحك مثلا يديها أو كذا، يقول أشياء هذه كلها من الشرك. عامة الناس ترى ولسلاً مسلم ولسلاً بتأم بزونة جلو شالو الذي أنا جب من ملكة نرجع من ملكة جاتي هذا بتأم بزونة جلو شالو أجنية ساتة كان دون أجنية ساتة كان دون الذي أنا نجري كسر عليا يبني رواش بزونة جلو شالو الذي أنا جب من ملكة بزونة جلو أو يضحك بعض الناس، يعني هذا يضحك مثلا، نعم. وين المثال عن نسو يسكت ثم هذا يقول الله يكفينا شر الضحك، كأنه يعتقد أن بعد الضحك تأتي المصيبة. يسوع عند سوق من يسكت بس ليلا يوم بزيسك بزيسو يسكت يعني من تدمان تدري بمان يعني متفون على ذي متعبنا ساعات ساقط متفون على هذا يعني تعلبني كالله سبحانه وتعالى كشر متفو الله يربك المرويلا. نعم. أو بعض الناس نسأل العافية السلامة يقول اليوم أنا أشعر أن نفسي مقبوضة، أشعر أن المصيبة تأتي قريبا، كأنه يعلم الغيب. نعم. أنا نسويش زاري نسيت ولا يتبطل ولا يعني مصيبة لقدمني مصيبة بكرب ولي كسفنا ويانا عندي عائلة مياه ورسول شارو لكي غير مياه المسل الذي يعلم يا يجونا ما يهمنا تشعر مياه ورسول شارو. نعم. أو يقول مثلا فلان من الناس هذا لا يخرج معي لا يسافر معي، هذا منحوس هذا شر. نعم. ويقول المسال كلي كان يعبث ثم يتوازن يكلي مدفونه سجد مدفونه أسو كان يقول تاتمون يلا يتمين لن أسو تعالي سيونا مدفون سونونا مدفون يسوتا كان يقول تامي يالا ينشوال يخرج في سفر مثلا بوزو يتوازن المسال ينقطع الثوب لنسو لمسال بوزو يلا يتوازن لنسو يبتل سماوي كدنا أو يسمع صوت لا يرجع، لا يمكن يرجع لهذه الأشياء. لو رجع تطير هذا الشرك. ملك من الملوك أراد الخروج للصيد إلى الصيد يصطاد الغزلان مثلا. أيوة. نعم. لعدم الموت أتفلجان كان يسأل ما كان عن النبوس عدم لما عدم لعدم الموت أتفلجان. فقال له الوزير أريد أخرج معك إلى الصيد. أما كان غدا فما كان أن كان تجاب الموت أتفلجان. قال تفضل تعال أخرج معي. نبوسه كان يقال من تنام على كنا الكتل متين قرن بأن تفضل عبر النيران. بعد هذا جرح الملك في إصبعه جرح بسيط. جزوك أنا نكتنا سبوعنا نجزو تنشون قصر نكتر قصر عقارب. فالوزير قال للملك قال الحمد لله. أما قالوا لنجزو من هذا الحمد لله مسكنا الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، فهذا الذي حصل لك خير. أما قالوا لنجزو الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم يبني النجم عسجر من عسجر لكنه خير النجم يتمون الله أن يمسكنا مدفون نجم الله يتمون الله أن يمسكنا يلسو خيرون اللي تعلمون يتمون النجم مصيبات كل شيء بج مصيباتهم خيرنا الله سبحانه وتعالى لأن تتواصلوا لنا. نعم. غضب الملك نقصوا تقوطة تنادي وقال لا أنت تهزأ بي، فرحت أني قطعت. أنت دليل يا الله جفروت أنت اللي قبل قولتك أني قصت سلبيتا من سلبوتا فجسد أنا ومانا تنعمل لك تقول تعمل بأمانا أدخلوها السجن. أدخل الوزير للسجن من السجن أما تعلم أصبي كاسب. ثم قال مستهزئا للوزير كذا سعلا بيت ومنا تنعمل أما تعلم من السجن قال سجنت تعصر تعلم قال نعم قال هذا خير يستهزئ الملك. ثم خرج الملك في الصيد وهو يمشي في الصيد أمسكوا جماعة من الناس قال ماذا تريدوا؟ قال نحن نبحث عن إنسان نقدم قربان للآلهة. لا تعود إلى مالك تاجن قربان من نار بوسو من نار دوسو أنفال لجعلنا. قال أنا ملك. أنا نبوسو. قالوا أنت أحسن قربان للآلهة، أنت كف سمين. نعم.
ንጉሱ እኔ ንጉስ ነኝ ይላቸው። እንደውም አጣም ዛጣም ሆኖ አንተ ጥሩ ሆን ቁርባን ማለት በጣም ሙኩት ለናውቱ ትልቅ ሙኩት ነው ማለት በጣም ምቹ ነው ነገር قيدوه አሰሩ። فعندما ارادوا وضع القيود في يديه وجدوه مجروح الاصبع اذن لي لياس عصروا انتم بلو سيعقلوا لياس عصروا سين عصروا لتاوتوا لما قدر لياس لما صار انتم بيقولوا بس طاعتوا لا يقصل عليهم يقصلون عليهم قالوا انت لا تصلح ان تكون قربان للالهه انت معيب اتركوه فذا يهنس نبوس انت لقربانك اتمشوا عاتوا يطبقوا عليهم فرجع رجع مسرعا الى الوزير قال والله صدقت ان قطعي هذا خير والله قال الوزير لا بل سجني هو الخير قال لماذا لا هنا قال انا لو خرجت معك للصيد انا لست بمعيب كنت الان في عداد الاموات نعم وزير عمان قال لي خير من التاسره انا ما التاسره انا كان يدني انا كان كان يطلعني نبره انا نبر كموت انت راجل شيء نبره المسلم لا يتشائم مسلم ونس يعني بعض الناس يسيء الظن في ربه نسأل العافية السلامة عندنا سموت بقيت أتوب الله عليه سبحانه وتعالى مدفو قمة المدفو ظنن يا سبا مدفو أصاب يا سبا يظن بالله ظن السوء بالله لا يمدفو أصاب مدفو قمة اليوم هذا ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار يكاري عن أساسات ينسوا ملكاتنا الذي كاري عن دمه ويهو الله تعالى بلو على الله سبحانه وتعالى بلو على الله تعالى بس يا ملكاتنا يسيء الظن في ربه بابيته بالله سبحانه وتعالى مدفو قمة المدفو أساسا من يسبان ويظن أنه ناقص الحظ أسوء تعالي سنون مدفو تعالي بطلود عنا للو عدد ويسبان وكان ينبغي أن يكون فوق هذا موني يبرد كزيابة لأي ننبغي كزيابة لأي يا لسيتو كزيابة لأي يوني يجبون ننبغي يسبان نعم لا بد ان العبد يسيء الظن في نفسه يسبال عند بالي الله سبحانه وتعالى بالي مدفو نجر ما سبي يلبت براس نوع ويحسن الظن في ربه بالله لا يقتروا نجر ما سب ظن بالله لا انه يقتروا نجر ما مول يلبت الاستخاره استخاره المسجد ماذا تصنع من انه من هذا الاستخاره اذا تريد تسافر او لا تسافر تدعو فقط لا استخاره هنا لا صلاه استخاره هنا الاستخاره اذا هم الانسان بامر واحد نعم الاستخاره استخاره للانسان من نادرجو يا عند سو بتاع عند نجر سياسب نوع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا هم احدكم بالامر يعني الواحد عند عند عكنا انت معكم عند في هون النجر ياسب اندونه ياسب اندونه عند النجر ياسب اندونه ولات النجر ياسب اندونه كولات مبرتنا يلفتني ካል አንድ ነገር ያሰበ እንደሆነ ነው ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እስቲጣራ ይስገድ ያለው ይላል ይصلي ركعتين ولات ركعتين يسجد وبعد ان ينتهي من التشهد تشهد عدو كجرسه والصلاه الابراهيميه صلاه الابراهيميه كما دوار ويستعيذ من اربع كعرات نجرج بالله سبحانه وتعالى كتب هنا يقول دعاء الاستخاره كيزينين دعاء الاستخاره من يعرف ثم يسلم كذا ولا يسلم بعد هذا ماذا يصنع الجهال كذيب ولا جاهلوت من يلقالو يقول انام اتني على الليل اذا رايت في المنام احلام جميله معنى هذا الاستخاره جميله اذا اسافر اذا كتنياو يلا تليكي بتا كتنياو بترو نجر طرو هل يايوني اندونا يي معنات خلاص استخاره طرو نو معنو غزو تقباي متاغيتو يلا يغواز على واذا رايت في المنام اشياء مخيفه اترك السفر لا اسافر በተኛው በት እስተቃላ ሰግጄ ከተኛው በኋላ የሚያስፈራ ነገር መጥፎ የሚያየውኝ እንደሆነ እተዋለሁ ጉዞውን ሰርዛለሁኝ ይላል ማ علاقه النوم بالاستخاره እንት ፈኛ መተኛታችን ከእስተቃላው ጋር ምን ነው ያለው ግን ምን ግንኙነት የለውማ አንተ عندما تستخير ماذا تصنع እስተቃላው የምታረግበት ሰዓት በመሰግድበት ዱዓ የምታረግበት ሰዓት ምን ነው የምታረገው تقول يا رب انت الذي تعلم انا لا اعلم
إذا هذا الأمر خير يسره لي. وإلا اصرفني عنه. قال يا بني أنا جل خدني خير دني ما يدجني ونندون أنا كسواد يعني أتى الله يسألني هذا الجمال. الصرف عن هذا الشيء لا يكون بالنوم، بأن ترى أشخاص، بأن تسمع أصوات حمير أو كلاب أكرمكم الله، لا، هذا التطير ليس استخارة. يستأنتني لما نكو الله سبحانه وتعالى يني الله أنت ما يدجني مدفوتر وكالون مدفون للكون الله سبحانه وتعالى كزين جمني نازو هذا كين كزي عوزو ضارقين بلا الله نيته لما نكو إن بنا زيادة نقول شعر لهم بتتأجر قد ما يتعرض لهم ما تفلقوا النمس بما ويدموا ما تفلقوا بما ويدموا بهل ما يونا نقل بما بنا زيادة نقل على لهم إيه تتأجر منجي إيه قد ما يتشعون منجي أنت على استخارة على لهم إذا وسميكات تتعرض لهم. إذا لابد أن نحذر من التشاؤم من التطير انجليوس كتشاؤم من التطير بلن بنا نتنكتي قبالي. بعض الناس هدانا الله إياه دائما متشائم. أنا نسويش الله سبحانه وتعالى يعني من نسولم هدايسا جونم هلين تشاؤم هلين تتأيو سنو يا اللوتي. كيف الحال؟ نقول له تسأله كيف الحال؟ كيف الحال تلو على المسالي سلامة أندينا بلا سلامة أستيقو يقول في شر حال نسأل عافية السلام بمدفوني كارثني يا اللوتي يا اللوتي. كيف الجو؟ أني نوعيروني تاوني نوصله يقول لا تتحدث فقط بس ما تتناقل طويلا. كيف الحكومة كيف الرئاسة؟ أني نوع من قسم لي نوع بعض التعامل كني ناتي ويستيقوا يسب يساد بقى. حاله دائما هكذا متشائم هل لم تشاؤنا هل لم تظن جرى أن خير أن نبيبان الخير نجد تصفى من اللوم. وبعض الناس تسألوا كيف الحال؟ أنا نوصل تيكوا على كيف الحال دين أحوال يقول الحمد لله, الحمد لله في نعمة نعم من الله تتوالى علينا. يا الله سبحانه وتعالى نعمة كتاب لنا نعمة يمتاب لنا بدون نعمة وتسنى لنا. يقول أنت فقير كيف نعمة؟ عندي نعمة نعمة وسنة دوسنة عندي تلال السلام. يقول الحمد لله أنا أحسن من غيري في نعمة من الله. أنا الحمد لله كل لا يتشال كوني نعمة وسنة دوسنة لنا. يقول الأسعار ارتفعت. مواد غذائية ارتفعت البنزين ارتفع. قال بإذن الله نخفضها بالتقوى. بعض الله سبحانه وتعالى فكر بتقوى الله بمفرط بزاد من مليون بمقوى ذكرنا على وعلنا. هذا السعيد. هذا الموحد. موحد مالتي اللي ينفسون. نعم. بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى علم النجوم. كذي كتلو مؤلف كسير المفجع من الذين كنكات كسوالة سلا علم النجوم كواكبت كواتر عن بتملكة سلا زيادة كسو. علم النجوم ينقسم إلى قسمين. يكوكب بتملكة كواتر تجاي في هذا الوقت لونة كفلا. علم يسمى علم التسيير يعني يستدل بالنجوم على أوقات الزرع فصول السنة على الجهات الشمال والجنوب هذا جائز. سنة كواكب يكواكب تجارة هذه النوكة لولتي كفرارا عندنا يكواكب تنكسكاسي بمن مكتب يعنم بمائد يعنم بمائد كزيادة ينزي يامتون كفلة كتم يامتون كفلة وقت وقتوشن بقى كرمت النزين مساسا وقتوشن يمي أكبت كان النال ليتن اندازم دو معطا شاوشن سمين نادم ومسرات النامرابن يمي لي يباچو يونو يكوا كبتوشن كسكاسين يانن مادنات يه يشريع يمي فكرة وعن دنياو يسنة كوا كبتو كزر فنوار. نعم. وعلم يسمى علم التأثير أن يستدل بالنجوم على حوادث الأرضية. قل مثلا ظهر هذا النجم يموت فلان أو يحصل حادث أو تحصل كذا. ليلاً يوم يسمى كواكب توكت المتأثير من بارو يه المتأثير من بارو كواكب توش إنديانا كواكب توميوتا بسات إنديانا نجري كستان أكلي كواكب سيوتا إنديانا سوتش إنديانا نجري ونا ليانا كواكب توش إن كستاسي مدر لا يكمل كستو يا الله سبحانه وتعالى كذا من قال كذا يا ما جنا يوم يه تأثير يه إنديانا توت المتأثير بشر يا ما يفكر كل كلي ونا وكذا نيلا. إذا كان يعتقد أن النجوم هي مؤثرة بذاتها هذا الشرك أكبر.
ይህ እንደዚህ አይነት እውቀት የሚማር ሰውና በዚህ የሚያምን ሰው እነዚህ ከዋክብቶች በራሳቸው ጊዜ ራሳቸው ተአሲር ይፈጥራሉ፣ መደር ላይ ተጽዕኖ ያሳድራሉ ብሎ የሚያምን ከሆነ ይህ ሽርክ ከላክበመ ከእስልምና ሙሉ በሙሉ ያስወጣዋል። يعتقد انها سبب هذا الشرك اصغر اي الذي كواكبتك مدلا ان يكسدوا كسدوك ممكن يعتناجو سبب ناجو بلو يميامن كونا يكفر الاصغر نمال النجوم مخلوقه الذي كواكبتك مخلوق ناجو فطر ناجو والله سبحانه وتعالى خلق هذه النجوم وضع لها اماكن الله سبحانه وتعالى الذي كواكبتك فطراتو الناسون يمكمتوبتن بوتام ستاچو ابجلاتو كيف نجعلها هي المنزله للمطر عندك الذين كواكبتوا جناب ازنابي نادرغاچو الله صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الفجر النبي صلى الله عليه وسلم يفجر صلاه سجدوا على اثر سماء كانت من الليل يعني مطر او غيث كان بالليل نعم نزل الغيث زناب زنبو زناب تزنب بهالا النبي صلى الله عليه وسلم فجر صلاه سجدوا فقال الله سبحانه وتعالى اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر النبي صلى الله عليه وسلم يفجر صلاه تسجدوا بهالا الله سبحانه وتعالى باروكي كثيروچو مؤمنوچونو كثيروچو دمو كاديان هونو انغو بلوالا فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته يا لسو الى يا لسو على الله سبحانه وتعالى بالله سبحانه وتعالى فضل بالله صدق بالله تشو تعالى يذنبلن يا لسو فذلك مؤمن بي يعني بالله كافر بالكواكب እንዲያን ያለሰው ይሄ ዘነበልን በአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ጸጋ ነው በአላህ ችሮታ ነው ያለሰው ይሄ በአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያመነና በኳቱት የከፈረ ነው አላህ ومن قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر به مؤمن بالكوكب እንደዚሁ ደግሞ ዝናብ የዘነበልን ይሄ ዝናብ የዘነበልን በከሌ ኮከብ ነው ያለሰው ይሄ በኳቱት ያመነና በአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የከፈረ ነው ብሎ አላህ نعم إذن النعمة والرزق لا يمكن يكون من الكواكب والحوادث الأرضية لا يمكن تكون من الكواكب الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر الأشياء نقول يا أوس النبي من الله يكسط ما من يوم كسطوك نعمة صدق رزق بالله سبحانه وتعالى يجندي كواكب كواكب توتي بفلسهم ليون آي كلمان ما من يوم من الله يكسط كسط بمور በአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ውሳኔ የሚከሰት እንጂ ከከዋክብቶች ጋር ምንም አይነት አላቃ የለውም ግንኙነት የለውም ይላል። نعم بهذا ولله الحمد انتهى القسم السادس الاعمال الشيطانيه በዚህ ስድስተኛው ፓርት የሸይጣናዊ ተግባር በዚህ ያበቃል። ذكرنا فيه السحر በዚህ በስድስተኛው ፓርት ሲሄን ደግምተን ተቀሰናል። وذكرنا في السحر من هو الساحر حكم الساحر حكم اتيان الساحر وكيفية الاتيان وذكرنا انواع السحر انها كثيرة وذكرنا كيف يحل السحر قلنا من طريقين مشروع وممنوع سير اللي فتاباتو منجدوش بشريعة تفكر منجد الله بشريعة تفكر كلك اليون منجد الله ذكرنا التطير كذلك عند ذي يمدمو قد ما يتنتكسنا وعلم النجوم علم النجوم كان رجل كوكب وطلان انتكسنا نعم نكمل الدرس إن شاء الله تعالى إن شاء الله درسون مولانا انت انكم سؤال الله